فده تطلب جهد جامد جدا وكانت فكره ذكيه جدا من عمرو الصراحه واتمنى يعني ان شاء الله انا متهيألي باقي طيب فرحان ليه بالمسدس ده كده لا انا ده كان بيقول لنا خشوا البيت بقى ايوه لا على فكره انا عملت يوم انا والله اصل انا موضوع السيفتي والامان للممثلين ده بجد بجد على انا على قد التهريج هو موضوع بالنسبه لي مهم فانا فاكر ان انا في اليوم اللي هو باين هنا بولع فيه نار ده هو امتى ده اسمه ايه ده فاير جان يعني فاير جان فهو اليوم ده انا قلت كل حاجه هنستخدمها في الفيلم انا عايزها اجربها انا بايدي يجربها الاول شخصيا انا كنت بتطمني بالموضوع اجربها انا شخصيا عشان اتاكد ان اي حاجه من دول عشان اديها الممثل لازم انا كمخرج الاول عشان اخد مسؤوليتها لازم اجربها بايدي ولو انا عرفت اعملها ولو انا حسيت بامان وانا بعملها هقدر اطلبها من ممثل لكن انا ما ينفعش اطلب ممثل يعمل حاجه وانا شخصيا مش عارف هيقدر يعملها ولا لا او مش واثق ان في امان معين عليه ولا لا اخرج عدم الكذب قادر تستحمل يا عمرو قادر تستحمل ولا زي التاني ده اكتر ولا لا لا بسم الله صح ده اللي قصده هو قرب له قرب له عادي عادي قدامك عادي مش هتحصل حاجه هو يقعد شوية كيف عليك؟ راح دي عشان تعمل ايه؟ مديونا لك باعتذار لان الحقيقه لما شفت المشهد ده قلت ده كان بيلعب وبيتسلى حقيقي والله ده اللي انت بقى جاي انما انت اللي بتقوله ده نبيل جدا انه لا ما هو اصله في الاخر ان انت تجرب في نفسك الاول والله شكرا يا استاذ عمرو يعني